السلام عليكم، أنا محمد الجنيبي، بطل قصة فيلم عزيز اللي أخذ المركز الثالث. قصة الفيلم تتمحور حول طفل معاق ما يتقبل أخوه الكبير اللي متعافي ومتشافي في البيت، يكون بينهم صراعات، والهدف يكون إيصال الرسالة للمجتمع أن هذول المعاقين هم جزء من أفراد المجتمع. الفيلم حاز على المركز الثالث من فئة ذوي الإعاقة.